الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع هذا الكتاب النافع المبارك زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 68 و900 من الهجرة. وتكلمنا في الدرس السابق عن القسم الأول من أقسام المياه، ألا وهو الماء الطهور. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن الماء ينقسم ثلاث أقسام إلى طهور وطاهر ونجس، وأن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم بعد ذلك يتطرق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى النوع الثاني من أنواع المياه، ألا وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر هو وسط بين الطهور والنجس. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الأصل في الماء المعروف عنه أنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ومقصود المؤلف إذا تغير أي إذا وقع فيه لون أو طعم أو ريح، لأنه لا يتغير، أنه ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. فقصد المؤلف أنه إذا صار فيه لون أو صار فيه ريح أو صار له طعم. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. يريد أنه لا يجوز الوضوء به، وذلك كماء الورد وماء اللقاح والمرق والشاي والعصير والقهوة، هذه في الأصل مياه، ثم وقع فيها أوقعنا فيها أو جعلنا فيها في هذه المياه قهوة أو شايا أو عصيرا أو مرقا أو غير ذلك من الأمور، فزال اسم الماء عنه إلى اسم آخر، وهو صار اسمه مرقا، صار اسمه شايا، صار اسمه قهوة، صار اسمه لقاح، صار اسمه زعفران أو غير ذلك من الأسماء التي بها زال عنه اسم الماء. قال المؤلف: هذا الماء يكون طاهرا وليس مطهرا، وهذا بالإجماع كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، لا يجوز الوضوء بالعصائر ولا في القهوة ولا بالشاي ولا بالمرق، لا يجوز الوضوء بها بل ولا إزالة النجاسة بها، وإنما يكون الوضوء بالماء دون غيره. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. الساقط إن كان طاهرا ولم يزل عنه اسم الماء، يعني ما ألقينا عليه أو فيه شيئا من الزعفران أو شيئا من الهيل أو شيئا من الصابون أو غير ذلك من الأمور، هذا الشيء الأصل أنه طاهر لقي طاهرا فيبقى الماء على طهوريته، لكن الإشكال فيما لو زال عنه اسم الماء فصار لا يسمى ماء الآن، لا يسمى ماء، تغير اسمه من ماء إلى اسم آخر كما قلنا عصير أو قهوة أو غير ذلك من الأمور. وإن تسمى أو سمى البعض عصارة اللقاح يسميه ماء لقاح، لكن هذا ليس بماء ولا يشرب، وكذلك ماء الزهر مثلا هذا ليس بماء، وإن سماه الناس ماء هو في الحقيقة ليس بماء، فهذا لا شك أنه لا يجوز الوضوء به.
يقول أو رفع بقليله حدث. طبعا هذه المسائل هي خلافية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. في مذهب أحمد قولان مشهوران، القول الأول أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات كالزعفران أو الصابون أو الهيل أو غيرها من الأشياء فإنه لا يجوز الوضوء به، وإن كان طاهرا لكن لا يكون مطهرا إذا غلب هذا الساقط فيه على لونه أو على ريحه أو على طعمه فإنه لا يجوز الوضوء به. وهناك القول الثاني في مذهب أحمد واختاره ابن قدامة واختاره ابن تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يكون طاهرا ومطهرا، يعني لا يزال عنه اسم الطهور فيبقى طهورا وإن كان وقع فيه زعفران أثر في طعمه ولونه وريحه، أو وقع فيه هيل أثر في طعمه ولونه وريحه، أو وقع فيه شيء من الصابون أثر في طعمه ولونه، وهكذا طالما أنه ما زال يسمى ماء. فهذا هو القول الثاني في المذهب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو أن الماء إذا لم يزل يسمى ماء فإنه يجوز التوضؤ به. قال أو رفع بقليله حدث. عندما تسمع قليل أو كثير في مذهب أحمد فالمقصود بالقليل ما دون القلتين، والمقصود بالكثير القلتان فما فوق. هذا هو عندما يقول ماء قليل وماء كثير يقصدون بالماء القليل ما دون القلتين، ويقصدون بالماء الكثير ما كان قلتين فأكثر. هذا يقول عنه ماء كثير وذاك يقال عنه ماء قليل. يقول أو رفع بقليله حدث، أي كان الماء أقل من قلتين ورفع فيه حدث، وقلنا أن القلتين قريب من 190 كيلو جرام من الماء. إذا رفع بقليله حدث يعني كان الماء أقل من قلتين 100 كيلو مثلا ورفع فيه حدث فإنه يكون طاهرا ولكن غير مطهر، يكون طاهرا غير. والرواية الأخرى في مذهب أحمد أنه وإن رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا ويكون أيضا مطهرا، لا يفرقون بين القليل والكثير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول لأنه طاهر لقي طاهرا فلا يتضرر بذلك، إلا إذا طبعا رفع فيه حدث المقصود فيه الوضوء وليس المقصود بالحدث النجاسة. رفع فيه حدث يعني توضأ فيه من الوضوء الخارجي، غسل يديه ووجهه وتمضمض واستنشق ومسح رأسه وغسل رجليه، هذا هو إزالة الحدث. لأنه نفرق إن كنتم تذكرون بين إزالة رفع الحدث وإزالة الخبث. قال أو غمس فيه أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. غمس اليد في الماء لمن استيقظ من نومه منهي عنه باتفاق أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا مجمع عليه وهو النهي عن أن يغمس الإنسان يده في الماء إذا استيقظ من النوم قبل أن يغسلها، هذا أمر مجمع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأنه نائم غائب عن الوعي فلا يدري أين وضع يده، قد تكون أصابت نجاسة، قد يكون النجاسة خارجة من فرجه أو النجاسة أصابتها يده وهي على يمينه أو عن يساره. فالقصد أن الإنسان منهي عن أن يغمس يده في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم. وهنا مسائل أو أمور ذكرها المؤلف. أولا قال لا يغمس يده في الإناء، طيب، أو من ماء غمس فيه يده من نوم، وهنا لم يميز وفي المذهب، لأن هذا كتاب مختصر المذهب، أنه لابد أن يكون هذا الغامس مسلما، لأن الكافر لو غمس يده ما يضر، لكن يضر إذا غمس المسلم يده. لماذا؟ قالوا لأن الكافر لا حكم له في هذا، لأنه لا يؤثر الماء فيه، لو توضأ فيه لا يزيل حدثه، بين المسلم يزيل حدث. فنظروا إلى الأمر المعنوي لا الحسي، هذا إنسان وهذا إنسان ما في فرق، لكن هذا يستخدم الماء لرفع حدث وهو المسلم،
بينما الكافر لو استخدم الماء لرفع حدث لا يرتفع حدثه لأنه كافر، فلك نظر إلى المعنى لا إلى الظاهر، وإنما إلى المعنى، الأمور المعنوية لا الأمور الحسية. وكذا قالوا إنه لابد أن يكون من نوم ليل، فلو كان من نوم نهار قالوا لا يؤثر. لماذا؟ قال لأن الحديث نص على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هو قال يخاطب المؤمنين، أحدكم، فهذا الخطاب للمؤمنين، أما الكافر فلا يدخل في هذا الخطاب. وقال لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فلذلك خصوها بالليل، وكذلك خصوها بالبالغ المكلف، أما غير البالغ كالمجنون والصبي الصغير حتى لو كان مميزا، قالوا هؤلاء يعني رفع الحدث عندهم ليس واجب لأنهم غير مكلفين أصلا بذلك، فهذا هؤلاء كلهم لا يؤثرون. إذن لو غمس الكافر يده لا بأس، طهور. لو غمس المسلم الصبي غير البالغ يده لا يؤثر، المجنون لا يؤثر، لو غمس يده من نوم نهار لا يؤثر. إذن ما الذي يؤثر؟ أو غمس يده لغير رفع حدث لا يؤثر. طيب ما الذي يؤثر إذن؟ أن يكون مسلما مكلفا نام نوم ليل ويريد أن يرفع حدثه، هذا الذي يؤثر. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني النوم عميق، نوم ناقض للوضوء، لأن هناك نوم لا ينقض الوضوء وهناك نوم ينقض الوضوء. النوم الذي لا ينقض الوضوء قال هو السنة، السنة هذا النوم لا ينقض الوضوء. طيب أما النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، النوم العميق الذي لا يشعر بما حوله، هذا هو النوم الذي لا يدري صاحبه أين باتت يده. أما الذي ينام يعني نومة يسيرة سنة كما يقال، هذا يدري أين باتت يده لأنه يشعر بما حوله، وإنما المقصود الذي يصل إلى مرحلة من العمق في النوم بحيث أنه لا يدري أين باتت يده. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. والصحيح والعلم عند الله أنه المنهي عنه هو غمس اليد في الإناء قبل الوضوء، لا أن الماء يتنجس، وإنما الماء لا يتأثر، لا فرق بين المؤمن والكافر، الماء لا يتأثر، لا فرق بين الصغير والكبير، الماء لا يتأثر، لا فرق بين النوم العميق والنوم غير العميق، الماء لا يتأثر. طيب النهي عنها ماذا؟ النهي عن الشخص أن يغمس يده، أما الماء فلم يتكلم النبي عن الماء صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا كان القول الثاني في المذهب أنه منهي كما قال الإمام النووي عن غمس يد الماء حتى لا يتأذى الناس، حتى لا يتقذر الناس فقط. أما الماء فالماء واحد لا يتأثر، الماء لا يتأثر، وإنما المقصود حتى لا يتقذر الناس من هذا، قام من النوم فوضع يده في الإناء، يمكن وضع يده على ذكره، يمكن أمست يده نجاسة، يمكن كذا، فيقولون إذن النهي عن غمس اليد لا عن الماء، لا النبي لم يتكلم عن الماء صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأصل في هذا الماء أنه طاهر طهور ويجوز الوضوء به، ويأثم الذي غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا لنهي النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يغسلها؟ يفرغ عليها إفراغا، يعني بدل لو قلنا هذا هو الماء ما أضع يدي داخله لكن أفرغ وأغسلها خارج الإناء، ثم بعد إن شئت أدخلتها داخل الإناء وتوضأت، لكن بعد أن أغسل كفي من النوم العميق الذي تم، ولا فرق على الصحيح بين نوم الليل ونوم النهار. وهذه المسألة مبنية على التفريق بين أنواع المياه، فعلى اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى واختيار قول الإمام مالك أن الماء قسمان طاهر ونجس، وكل طاهر طهور. وعلى مذهب أحمد ومذهب الشافعي وغيرهما من أهل العلم أن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس،
والطاهر بين الطهور والنجس. فعلى كل حال بالنسبة لهذه المسألة، سواء قلنا الماء ثلاث أقسام أو قسمين، فالماء لا يتأثر، وإنما يكون الذي غمس يده في الإناء قد وقع في المنهي عنه، أما الماء فلا يتأثر ويبقى على طهارته وطهوريته إن شاء الله تعالى. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. طبعا الواحد هنا يستغرب قضية، وهي أن الأصل في غسل النجاسة تغسل فتذهب هذه النجاسة، لكن هنا قال آخر غسلة أزالت النجاسة، لأن مذهب أحمد في هذه المسألة أنه أي نجاسة تغسل سبع مرات ولا تكفي مرة واحدة، يعني لا ينظرون إلى إزالة النجاسة وإنما يتعبدون بسبع غسلات، أنه لابد من سبع غسلات، حتى لو أزالت النجاسة بالغسلة الأولى فلا بد من ست غسلات أخرى، فلا بد من سبع. ويقولون سبع غسلات مع التراب، الثامنة بالتراب، هذا للخنزير والكلب، أما غير الخنزير والكلب من سائر النجاسات فسبع غسلات بدون التراب. سبع، إذن كل نجاسة عندهم لابد من سبع غسلات. طيب، إذا زالت النجاسة من الغسلة الثانية، مثلا غسلنا الغسلة الأولى بقي أثر للنجاسة، غسلناها المرة الثانية زال أثر النجاسة، طبعا النجاسة إما يكون لها جرم، لون، رائحة، هذه النجاسة لون ورائحة وجرم. جرم يعني شيء يلمس، شيء يزال باليد، هذا جرم للنجاسة. لون، ترى لون النجاسة كان دما أو غائطا أو غير ذلك، ثم رائحة، رائحة النجاسة. الآن هذه النجاسة نريد أن نزيلها، فلا بد أن نزيل جرمها وأن نزيل لونها وأن نزيل رائحتها. هذا هو عندما يقول قائل أنا غسلت النجاسة، يعني أزلت لونها وجرمها ورائحتها، أزلت جرمها ولونها ورائحتها، يقال غسل النجاسة. طيب، كم أحتاج من الغسلات حتى أزيل هذه الأمور الثلاثة؟ قد تكفي غسلة واحدة، خاصة إذا كانت النجاسة يسيرة، قد تكون غسلة واحدة تزيل الجرم إذا كان هناك جرم، لأن أحيانا النجاسة ما لها جرم، كالبول مثلا ليس له جرم، طيب لون ورائحة، طيب قد يزول هذا اللون والطعم أو الرائحة والجرم بغسلة واحدة. طيب، اغسل غسلتين وثلاث وأربع إلى أن تصل إلى سبع، لابد لابد. طيب، الغسلة الأولى التي أصابت النجاسة هذا الماء صار متنجسا لأنه أصاب النجاسة، طبيعي جدا أنه قليل لأنه أقل من قلتين، نقولنا القليل عندهم هو ما كان دون القلتين. ما أدري المسألة واضحة ولا لا؟ واضحة. طيب، فإذا كانت هذه النجاسة غسلناها بالماء، هذا الماء، هذا الماء، هذا قلتين ولا أكثر؟ أكيد هذا، هذا يمكن قلتين ونص تقريبا، أقل. طيب، إذا كم قلة هذا؟ ما يجي شيء، لا شيء. طيب، فهذا الماء لو غسلنا به نجاسة وتساقط هذا الماء، يعني وضعنا النجاسة في طشت وصبينا هذا الماء عليها وأزلنا النجاسة، الماء المتساقط في الطشت هذا ماذا لاقى؟ لاقى نجاسة التي غسلنا بها الثوب الذي صبتنا. هذا الماء يقال عنه ماء شنو؟ ماء متنجس، لأنه أصاب نجاسة وهو ماء قليل. وعلى المذهب إن كنتم تذكرون أن الماء القليل لا يشترط أن يكون لون أو ريح أو طعم، طالما أنه ماء قليل أقل من قلتين أصاب نجاسة إذن هو إيش؟ نجس. ما الدليل؟ الدليل، الدليل يعني قال الله قال الرسول إذا كان الماء دون قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فإذا قالوا هذا الماء المتساقط ماء متنجس لأنه أصاب النجاسة وهو دون القلتين. ممتاز. الآن سكبنا الماء هذا لأنه متنجس، ثم جبنا طشت آخر نظيف وجبنا ماء جديدا أيضا بهذه الكمية وغسلنا الثوب مرة ثانية،
وبقي فيه شوي نجاسة غسلنا، وهذا الماء المتساقط الآن أيضا أصاب نجاسة. فالماء المتساقط الآن في الطشت الآن هذا ما حكمه؟ متنجس لأنه أصاب نجاسة. طيب إذن يكون أيضا متنجسا، ألقيناه. طيب الآن النجاسة بدأت تخف، أهلكناها بغسلتين، الآن نحتاج إلى غسلة ثالثة. فجبنا صببنا الماء في المرحاض أو في غيره، ثم جئنا بهذا الثوب وصببنا عليه ماء آخر أيضا بهذه الكمية، فزالت النجاسة بآخر صبة. فالماء هذا الذي أزال النجاسة أيضا أصاب نجاسة وإن كان أزالها، فيكون حكمه إيش؟ متنجسا. سكبناه الآن. الآن ثلاث قارورات من هذا الماء ماذا فعلت؟ أزالت النجاسة، لكن لابد أن يغسل الثوب كم؟ سبع غسلات. إذن الغسلة الرابعة هل تزيد نجاسة؟ النجاسة إيش؟ زالت النجاسة. فهذا الماء الذي صببناه على الثوب بعد إزالة النجاسة قالوا هذا طاهر، حتى الذي سقط في الطشت الآن طاهر لكنه إيش؟ غير مطهر. لماذا؟ لأنه أيضا استعمل لغسل نجاسة. لكن الفرق بين الصبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وبين الصبة الأولى والثانية والثالثة، الأولى والثانية والثالثة كانت لإزالة عين النجاسة، بينما الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إنما صبت لإزالة حكم النجاسة. واضح؟ إذن نفرق بين عين النجسة ونجاسة حكمية، النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. في الصبة الأولى والثانية والثالثة كانت النجاسة موجودة، فإذا استخدمت لإزالة عين النجاسة فصار الماء نجسا. أما الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة النجاسة زالت، لكن لابد من سبع غسلات حتى يزول حكم النجاسة وليس عين النجاسة. فقالوا إذن يصير هذا الماء طاهرا لكنه إيش؟ غير مطهر. لماذا غير مطهر؟ استعمل لإزالة نجاسة. قلنا النجاسة زالت، زالت النجاسة العينية ولم تزل النجاسة الحكمية، فهو استخدم لإزالة النجاسة العينية. طيب لكن الذي لا يقول من أهل العلم أنه يحتاج إلى سبع وأنه المهم إزالة النجاسة ولو بغسلة واحدة، إذن من الثاني إذا زالت النجاسة في الغسلة الأولى إذن الثاني إيش؟ طاهر وطهور، خلاص انتهى الأمر لأن النجاسة زالت عندهم. واضح ولا لا؟ نعم. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، طاهر لأن النجاسة زالت انتهى الأمر فيكون طاهرا ولكنه إيش؟ غير مطهر. هذا لمن لماذا؟ لأنه لم يكن مؤثرا، ما أثر في النجاسة ولا أثرت النجاسة فيه لأنها زالت أصلا. طيب لماذا غسلنا إذن؟ أمر تعبدي، أمر تعبدي، لا بد من سبع غسلات على المذهب، وعلى الصحيح أنه لا نحتاج إلى سبع غسلات، المهم إزالة النجاسة بسبع أو أقل. قد نحتاج إلى أكثر من سبع غسلات وقد لا نحتاج إلى السبع، يمكن تزول النجاسة بالغسلة الأولى، ممكن تزول في الثانية في الثالثة في الرابعة وهكذا. نعم. بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. النجس يعني الماء، والصحيح أنه لا يقال عنه نجس الماء، لأن لابد أن نفرق بين النجس وبين المتنجس، بين النجس وبين المتنجس. لا يقال عن الماء إنه نجس، وإنما يقال عنه متنجس، وإنما النجس هو العين النجسة، العين النجسة مثل الغائط. الغائط لا يقال عنه نجس وإنما يقال عنه شنو؟ نجاسة. البول نجاسة. الثوب نقول أصابته نجاسة فصار متنجسا، لكن في الأصل كان إيش؟ كان طاهرا. فنفرق بين الطاهر الذي أصابته نجاسة وبين النجاسة التي هي نجاسة. فالنجاسة التي هي عين النجسة كالخنزير، الخنزير كما قال الله تبارك فإنه رجس، إذن هو عين النجسة. الغائط نجاسة، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة قال إنها ركس،
يعني رجس. فإذا نفرق بين النجاسة وبين المتنجس. المتنجس يغسل، النجاسة لا تغسل. مو شفت واحد يجيب غائط يغسله؟ ما يغسل، لأنه عين نجسة. خنزير، واحد أتى بخنزير بدأ يغسله يطهر؟ لا يطهر، لأنه عين نجسة. فنفرق بين العين النجسة والعين المتنجسة. العين، فالماء ما يصير عين نجسة أبدا، الأصل في الماء أنه إيش؟ أنه طاهر. طيب متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت في طعمه أو لونه أو ريحه، إذن ماذا صار؟ متنجسا، ولا يقال عنه إنه نجس. قال الثالث النجس يعني المتنجس، يريد المتنجس، الماء المتنجس الذي لا يجوز الوضوء به. قال ما تغير بنجاسة، إذا لم يكن قبل أن تصيبه النجاسة لم يكن نجسا، لم يكن نجسا، وإنما تغير بنجاسة. وعندما نقول تغير بنجاسة، المذهب هنا قلنا عندهم الماء إذا كان دون القلتين فإنه نجس أو يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له دون أن تؤثر فيه. يعني لو كان دون القلتين، هذا مثلا، هذا الآن لو أوقعنا فيه نقطة من البراز أو البول خلاص ماء نجس. لماذا؟ لأنه دون القلتين. طيب ما أثرت في طعمه ولا لونه ولا ريحه، قليل، ماء قليل، إذا نجس، يتنجس بأي نجاسة تقع فيه. فأنت تتكلم عن هذا، فما بالك إذا كان قلة؟ واضح ولا لا؟ 100 كيلو من الماء وسقطت فيه نقطة بول أو أي نجاسة من النجاسات، قالوا ماء متنجس. هذا بالنسبة لهم. أما الكثير الذي هو قلتان فما فوق، هذا ينظر هل أثرت النجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه أم لا. لو جبنا مثلا هذا الآن تنكر الماء، الآن السيارة الكبيرة تحمل الماء، هذه كم فيها؟ فيها 3000 طن. 3000 طن أكثر من 200 كيلو. ها؟ 3000 جلن، أنا أقول طن. طيب هذا الآن تنكر فيه أكثر من 200 كيلو، أكثر في أكثر من 200 كيلو، 1000 كيلو أو 2000 أو 3000 أو كذا. طيب هذا 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 الماء الآن لو أسقطنا فيه نجاسة هل تؤثر فيه؟ ما يندرى. إذا كانت النجاسة كثيرة وأثرت في طعمه أو لونه أو ريحه، شممناه ريحة النجاسة، رأيناه لونه تنجس تغير من النجاسة التي فيه، طعمه تنجس، إذا صار إيش؟ نجسا. حوض سباحة، حوض سباحة، لما نأتي إلى حوض سباحة هذا وسكبنا فيه بول بقدر هذا، هل يتنجس؟ لا يتنجس، لا يؤثر في طعمه ولونه. لكن سكبنا فيه كمية كبيرة من البول وشمينا الريحة والطعم وكذا، عاد من يذوق الطعم؟ عاد صعبة شوي. طيب فالمهم أثر في الطعم أو أثر في اللون أو أثر في الرائحة، هل يقال أنه نجس؟ نعم، أصار الماء متنجسا لسقوط النجاسة فيه وتأثيرها فيه. إذن إذا كان دون القلتين لا ينظر إلى التأثير، إذا كان قلتين فما فوق فإنه ينظر إلى التأثير. يقول والنجس ما تغير بنجاسة، يعني كان قلتين فما فوق وتأثر بالنجاسة. طيب أو لاقاها وهو يسير، أي كان دون القلتين، دون القلتين وإن كان يسير، المهم جاءت فيه النجاسة ولو لم تؤثر فإنه يتنجس على المذهب. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا الذي قلنا قبل قليل، يصيب النجاسة ثم ينفصل عنها، لكن لقي نجاسة إذن أيضا يتنجس بإصابته لها أو إصابتها له. فإذا الماء الكثير إذا تغير بسبب النجاسة فإنه يحكم عليه بأنه نجس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. نعم. الآن
عندنا ماء متنجس، عندنا كمية من الماء متنجسة، كيف نطهرها؟ هل يمكن أن نطهر الماء؟ الآن الثوب إذا كان متنجسا ماذا نفعل به؟ نغسله حتى نزيل النجاسة. طيب عندي ماء متنجس، ماذا أصنع حتى أزيل النجاسة عن ماء وأن يعود الماء طهورا كما كان؟ أريد أن أعيد الماء طهورا كما كان أو طاهرا، المهم أني أريد أن أزيل هذه النجاسة. ذكر لك ثلاثة أحوال. الحال الأولى قال إذا خالطه أضيف إليه طهور كثير، يعني كثير قلنا كم؟ قلتين فما فوق ولا لا؟ نعم. فإذا كان عندي هذا الماء الآن متنجس، عندي ماء ثلاث قلال، طيب، وأصابته نجاسة أثرت في طعمها أو لونها أو ريحه، ماذا نقول له؟ متنجس. جينا وصبينا على هذا الماء ثلاث قلل أيضا لكن طاهرة، ثم نظرنا اللون والرائحة والطعم زال، خلاص ما في شيء، لا طعم ولا لون ولا رائحة، راحت النجاسة بسبب القلال الثلاث التي سكبناها فوقه، خلاص عاد طهورا، عاد الماء طاهر، خلاص الآن تحول إذا الآن من نجس إلى طاهر. واضح إن شاء الله تعالى. إذن بالإضافة، إذن الحالة الأولى ما هي؟ الإضافة. عندنا بركة طيب أو حوض ماء فيه افتح عليه النهر، يدخل عليه النهر ماء كثير جدا وكان متنجسا، دخل عليه هذا الماء الكثير أزال هذه النجاسة. إذن أول قضية المكاثرة، أن نكاثر هذا الماء حتى نزيل عنه نجاسته، هذا الأمر الأول، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، زال تغيره بنفسه مع المدة، مع المدة الشمس وكذا وتبخر الماء وكذا تبخرت النجاسة، جينا حق الماء هذا شم ما في ريحة نجاسة، نستطعم ما في طعم النجاسة، اللون صافي ما في شيء بسبب زالت النجاسة بنفسها، هذا كذلك يتحول من نجس إلى طاهر، صار الماء طاهر. لكن المؤلف هنا قال بنفسه، زال بنفسه، مثل الخمر إذا تحول إلى خل، الخمر إذا ترك مدة طويلة تذهب عنه خاصية الإسكار ويعود خلا يمكن الاستفادة منه، فإذا تحول الخمر إلى خل صار حلالا مباحا ما في مشكلة، لأن العلة الإسكار ذهبت. ولماذا حرم الخمر؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذا كان ما يسكر إذا ليس بخمر، إذا كان لا يسكر ليس بخمر، وإذا وبالتالي ليس حراما. فالخمر إذا ترك مدة طويلة ثم تحلل وزال اسم الخمر عنه وصار اسمه خلا فهذا صار حلالا من نفسه، لكن لو خللناه نحن تعبثنا فيه أضفنا وكذا وكذا، قال لا ما يجوز، لأن هذه حيلة، لأنك مأمور بسكب الخمر، واضح؟ فهذا تحايل، فيرون أنه لا يجوز. طيب الماء المتنجس قالوا كيف؟ نفس الشيء، لا تتحرش، خل من نفسه هو يتحول ما في مشكلة، لا تتدخل. يقولون فإذا تدخل الآدمي فكان كتدخل اليهود لما أخذوا شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها فصارت حيلة، فقل أي شيء فيه حيلة لا يجوز. فإذاك يقولون الخمر إذا تحلل من نفسه لا بأس، إذا تدخل الإنسان لا يجوز. هنا الماء النجس إذا تحلل ولا من نفسه ما في بأس، إذا تدخل الإنسان لا يجوز عندهم على المذهب. واختيار شيخنا أنه لا بأس، تحول من نفسه أو حوله الإنسان، لأنه ليس خمرا ولا ميتة منهي عنها لذاتها، وإنما منع الإنسان منه لأنه أصابته نجاسة وليس محرما لذاته، ولذلك قالوا لا مانع من أن يتدخل فيه الإنسان، مثل معالجة المياه الآن، الذين يعالجون المياه الآن يضيفون إليها مواد ينزعون نجاسات كما سيأتينا الحالة الثالثة. إذن الحالة الأولى بالإضافة، إضافة ماء كثير عليه. الحالة الثانية وهي التحلل، أن يتحلل بنفسه. الحالة الثالثة هي إزالة النجاسة. لو فرضنا هذه النجاسة عبارة عن ميتات،
ماء كثير لكن سقطت فيه ميتات كثيرة أثرت في طعمه، جينا وشلنا الميتات واحدة واحدة، ألقي فيه براز كثير شلنا البراز، وهكذا حتى لم يتأثر طعمه ولا لونه ولا رائحته. إذن بالنزح وإزاحة بعض المياه أو النجاسات التي فيه حتى عاد هذا الماء طاهرا فلا بأس بها. عندنا ثلاث حالات، إما التحول وإما بالإضافة وإما بالنزح إزالة النجاسة. يقول فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب. لماذا؟ لأن التراب وإن كان يطهر، التراب وإن كان يطهر، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أصل أن التراب يتطهر به، لكن قال لا، التطهر في التراب حكما وليس حقيقة. طيب، يعني التطهر في التراب ليس حقيقة، يعني التراب لا ينظف في الأصل، وإنما الذي ينظف ماذا؟ الماء. وإنما أبيح التراب لمن لم يجد الماء يتيمم كحكم وليس كتنظيف، فالتراب لا ينظف. وإذا قال غير التراب، يعني لا تروحون عن أن التراب طهور فعنده طهوره ومسجده، يقصد التراب أنه يجوز التنظيف بالتراب، لا، التنظيف بالماء، الماء هو الذي ينظف وليس التراب. قال طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. كثير غير متغير يعني زال الطعم، زال اللون، زالت الرائحة وهو كثير، فإنه يحكم عليه بالطهارة فرجع الماء طهورا. نعم، أحسن الله إليكم. طبعا هذا الأمر، عفوا، هذا الأمر يؤكد قضية أن الماء متنجس وليس نجسا، لأنه قال يعود طهورا، إذن كان متنجسا ما كان نجسا، لأن النجس لا يعود طهورا أبدا، وإنما المتنجس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. نعم، إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، ولا ينبغي التكلف في هذه الأمور، دائما الإنسان يبني على اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في الأشياء الطهارة، أي عين الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل في الأعيان الطهارة، هذه قارورة طاهرة، هذا طاهر، هذه طاهرة، هذا طاهر، هذا طاهر، هذا كل عين الأصل فيها الطهارة، أي عين الأصل فيها الطهارة، متى يحكم عليها بالنجاسة؟ إذا أصابتها النجاسة، إلا العين التي نص على نجاسة كالبراز والبول والخنزير وغيرها، هذه نص على نجاستها، أما كل ما لم ينص على نجاسته فالأصل أنه طاهر. قال إن شك في نجاسة ماء، الأصل في الماء أنه طاهر ولا نجس؟ طاهر. شككت الآن فيه، شك في نجاسة ماء أو طهارة أو غيره أو طهارتي، بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة، نبني على اليقين الطهارة، ولا يذهب بالإنسان الوسواس، يمكن أحد بايل فيه، يمكن كذا، إنسان لا يفتح عن نفسه باب الوسواس، لا يفتح عن نفسه باب الوسواس. جاءت في أحاديث يعني فيها ضعف لكن صحيحة المعنى، عندما مروا على يعني عين ماء وقال هل ترد السباع على هذا الماء؟ فقال لا تجبه، فإننا نرد على السباع وترد علينا. ولما رأوا ماء ينزل من الميزاب قال اسألوا صاحب البيت هذا الماء طاهر أو نجس؟ قال لا تسألوه. زين، الأصل أنه طاهر، ما في أحد يبول في الميزاب يعني ينزل الماء هكذا، الأصل أنه إيش؟ أنه ماء طاهر، هذا هو الأصل. فالقصد أن الإنسان لا يتشكك ويبني على الأصل، والقاعدة طهارة الأشياء لا نجاستها. نعم، حرم استعمالهما ولم يتحر. نعم، إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، يعني هذا الماء اشتبه علي، هل هو طهر أو كانت عندي قارورتان؟ ايش دعوة شل بخل جايب لنا واحدة بس، ما في ثانية؟ يلا جزاك الله خير. الآن قارورتان من الماء عندنا الآن، طيب شو اسمه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن جاني قال شوف واحدة منهم نجسة وراح.
طيب قال إحداهما نجسة، توكل على الله وتركني ومشى. أنا طالع أيهما النجسة الآن؟ هذه؟ لا هذه تسوي قرعة؟ ماذا أصنع الآن؟ إحداهما نجسة ولا أستطيع أن أتبين. طيب قال خلاص حرم استعمالهما، لا لأنك احتمال تستعمل إيش؟ النجسة. فقلت طيب أستعمل هذه وبعدها هذه، قلت طيب يمكن هذه الطاهرة واستعملت بعدها النجسة، ما طبنا ولا غدا الشر. طيب يمكن أستعمل النجسة قبل وبعدها الطاهرة، قال ما الذي يثبت لك ذلك؟ فهنا أنا الآن في حيرة من أمري، اشتبه علي طاهر بنجس. قال المؤلف حرم استعمالهما لأن في النهاية احتمال تستعمل النجس، والله تبارك يقول وثيابك فطهر، أنت مأمور باجتناب النجاسة، فكيف تقدم على النجاسة؟ طيب قال هل أتحرى؟ قال لا لا يتحرى، لا يتحرى. ليش؟ قال لأن ما راح تصل نتيجة، ما راح تصل إلى نتيجة. وذهب بعض أهل العلم أنه يتحرى، إذا كان يمكنه ذلك يتحرى، يشم، يستطعم، ينظر، يعني يحاول أن يصل إلى نتيجة أيهما الماء النجس ويبني على ما غلب على ظنه. الذين قالوا أنه لا لا يتحرى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة الخشني وإذا وجدت صيدا فلا تأكله، إنك لا تدري أكلبك أسهمك صاده، إذا وجدته ساقطا في الماء ما تدري أسهمك صاده أم الغرق، يعني مات من الغرق. وإذا رأيت الصيد عند كلبك لا تدري أكلبك صاده أو كلب غيرك، فأنت الآن ما تدري. فأمره بالابتعاد عنه وتجنبه صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا يعني نسي أحدكم في صلاتي فليتحرى وليبني على غلبة الظن. فهنا بناء على هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، البعض قال نتحرى والبعض قال إيش؟ لا نتحرى ونبتعد. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى التحري، أنه يتحرى وما يغلب على ظنه يأخذ به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الذي نستطيعه في مثل هذه الحالة أن نتحرى، نشوف أيهما أقرب، اللي هو الطاهر أو أشم أشوف أستطعم كذا إلى أن يغلب على ظني هذا الطاهر، خلاص أخذه هذا الطاهر لا ما أخذ. طبعا هذا أقرب لأن شارب منه يوسف، أقرب طبعا أنه طاهر فنأخذ شارب منه، ولا لا شارب منه خلاص إذا هو الطاهر خلاص عرفنا انتهت المشكلة. زين فالقصد إذن أننا نتحرى، هذا هو الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يشترط للتيمم، وهو قول في المذهب، عفوا وهو قول في المذهب، المذهب قولان، مذهب قولان، قول يتحرى وقول لا يتحرى. والقول بالتحري هو قول الشافعي وقول في مذهب أحمد واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. الآن هذا على أساس يوخر عنك الوسواس. كم بقي من الوقت؟ في وقت، في وقت. إيه هو حتى يزيل عنك الوسواس. طيب أنا الآن عندي هذول الآن، هذا عن الآن، وبصلي ولست على وضوء وأريد أن أتوضأ، أتوضأ بهذا أو بهذا أو أتيمم؟ واضح؟ ماذا أفعل؟ إن توضأت بهذا قد يكون هذا إيش؟ الطاهر، وقد يكون النجس، واضح ولا لا؟ وإن توضأت بهذا احتمال أيضا يكون طاهر احتمال يكون النجس. طيب ماذا أفعل؟ قال تتيمم ولا تتوضأ لا بهذا ولا بهذا وتتيمم. زين تيممت، الله سبحانه قال فلم تجدوا ماء فتيمم، أنا واجد الماء، أنا واجد الماء، كيف تيمم؟ قال تبي ترتاح كتهم خلاص عشان يصير فعلا بالنسبة لك إنك شنو واجد فاقد الماء. واضح إنك الآن فاقد الماء فترتاح نفسيا بدل ما يجي ساعة وسوس. زين طالع الماء إيه بس أنا تيممت خلت توضى، قال لا يبا ارتاح
كت هذا الماي وكت هذا الماي واستغفر الله، ثم بعد ذلك ما عندي ماي أتيمم وأصلي. واضح؟ هذا قول للبعض، يقول حتى ترتاح شنو؟ ترتاح نفسيا. أو الخلط، صب هذا على هذا، خلاص ماك خلاص واحد منهم نجس، إذا خلاص تنجس الكل، صح ولا لأنه قليل ولا لا؟ والقليل قلنا إيش؟ ينجس بأقل النجاسة، فإذا خلطتم مع بعض يقينا صار شنو؟ متنجسين كلاهما، صح ولا لا؟ خلطت هذا على هذا خلاص أنا صار نجسين، الحين أصلي وأنا مرتاح فعلا ما عندي ماي. وضحت؟ نعم. إذا بعض أهل العلم أراد أن يريح فقال يا أنك تريق يا أنك تخلطهما وتيمم وصل وانت مرتاح، أنك فعلا لا تجد الماء، إما لا تجد الماء مطلقا أو لا تجد الماء الذي يطهر، وجدت ماء نجسا. أما تقعد تشكك صليت وخلص بعد ما خلصت، طيب ليش ما توضيت؟ لو توضي يمكن هذا الطاهر، تبدأ توسوس، فهو يبي يريحك من الوسواس، قالك شنو؟ أرقهما أو أخلطهما وترتاح. صاحب الزاد يقول لا ما في داعي، لا تخلطهما ولا ترقهما وتيمم واطمئن. وإذا قال إيش؟ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإنما إيش؟ تيمم وانت مرتاح وانت مطمئن، خاصة هذا لقد تحتاجه للشرب أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. نعم، اشتبه طهور بطاهر، اشتبه طهور بطاهر، الآن ليس بنجس، طاهر لكنه غير مطهر، أليس كذلك؟ وقلنا المذهب عندهم الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس. ما هو الطاهر؟ طاهر من غير مطهر، يعني يجوز شربه، إذا طاهر هو ما في مشكلة عندي، لكنه غير مطهر يرون، لكن ما في نجاسة، أهم شيء أنه ما في شنو؟ ما في نجاسة. طيب عندي واحد، قالوا لي واحد طاهر واحد طهور، شلون توضب؟ لا هذه سهلة، أتوضب هذا، افرض طاهر هذا مو طهور، معناته الوضوء شنو؟ لا يصح. طيب أتوضب هذا نفس الشيء، افرض هذا الطاهر ما هو الطهور، طيب أتوضب فيهم اثنينهم، واضح ولا لا؟ غرفة من هذا تمضمض واستنشق، من هذا تمضمض واستنشق، من هذا غسلت وجهي، من هذا غسلت وجهي، فهنا يقينا توضأت شنو؟ بطهور، صح ولا لا؟ والطاهر ما يضر، ينفع ما يضر، واضحة هذه؟ ممتازة؟ لا ما داعي تخلطهم، حركة حلوة هذه؟ ممتازة. زين، لو أني توضأت وضوءا كاملا بهذا الطاهر أو الطهور ثم توضأت وضوءا كاملا بهذا الطاهر أو الطهور، نفس الشيء؟ إيه. فإذا إذا اختلط طاهر وطهور، زين، أتوضأ من هذا ومن هذا، منهم اثنينهم، وهنا أكون إيش؟ يقينا توضأت في شنو؟ بالطهور، سواء كان هذا أو هذا. قال وإن اشتبه بطاهر، يعني الطهور، اشتبه الطهور بطاهر، توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، قلنا أو وضوءا كاملا بهذا وضوءا كاملا بهذا، وصلى صلاة واحدة. طبعا هذا عند من يفرق بين الطهور والطاهر، وعلى القول بأن الماء قسمان طاهر ونجس وكل طاهر طهور، ما عنده مشكلة يتوضأ بواحد منهم ويكفيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. نعم، الآن عندنا مشكلة ثانية، الآن مع أن هذه المشكلة غير متعلقة بالمياه، هذه الآن متعلقة في شروط صحة الصلاة اللي هي اللباس نفسه، لكن طالما أنه ذكر اشتباه بالمياه ذكر الاشتباه باللباس للمناسبة. يقول اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم. الآن جابوا لي ثلاث ثياب بالكويت الشاديش، زين، وقالوا لي هذه الثلاث ثوبان منهما نجسان واحد طاهر،
اثنان نجسان واحد طاهر، او متنجسان احسن، ها اثنان متنجسان وواحد طاهر، وبصلي لازم البس واحد منها لاني بدونها مكشوف العوره، لازم استر عورتي باحد هذه الاثواب. فكيف اصلي الان؟ قال تصلي، اختار واحد منهم وصلي. هذه الان يلا بسم الله، هذه الان ثياب، قال نق قلت ابي هذا صليت فيه. قال لي واحد المفروض هذا نجس، صليت بثوب النجس والمفروض ثيابك فطهر، وطهارة الثوب من شروط صحة الصلاة ولا لا؟ طهارة الثوب والمكان والبدن. طيب صليت في نجاسة يعني شو اسوي؟ صلب هذا بعد، عيد الصلاة مرة ثانية لكن بهذا الثوب. قلت طيب عدت الصلاة بهذا الثوب. قال افرض نجسا، قالك ثوبين نجسين، طيب شو الحل؟ صل بعد بهذا. في النهاية يقينا صليت بثوب طاهر. وضحت الصورة الآن؟ فإذا اشتبهت عليك ثياب نجسة وطاهرة فتصلي بعدد الأثواب النجسة وتزيد عليها واحدا. فإذا قالك ثلاث أثواب واحد طاهر معناته راح تصلي بالثلاث. إذا قالك سبعة أثواب ثياب نجسة واحد طاهر راح تصلي كم؟ ثمان مرات. واضح ولا لا؟ حتى لا تكون صليت في ثوب نجس. لو عكسناها قالك سبع ثياب طاهرة وواحد نجس مرتين، لأن إذا صليت اخترت أي واحد احتمال النجس يقين الثاني طاهر. واضح إن شاء الله تعالى. فإذا على المذهب يقول أنك إذا كان عندك أكثر من ثوب طيب لباس وكان بعدد النجس تصلي وتزيد عليها واحدا، بعدد النجس تصلي وتزيد عليها واحدا. واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه ما في داعي لهذا، وإنما يتحرى كما تحرى في الماء، يشم يطالع ينظر في الثوب كذا يتحرى ويختار الثوب الذي يغلب على ظنه أنه هو الطاهر ويصلي فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما في داعي أنه إيش يصلي كل هذه في كل هذه الثياب. خاصة إذا هناك مسألة بعض أهل العلم يرى لا، يقول في حل ثاني. شو الحل الثاني؟ قال إذا اشتبهت الثياب طاهرة ونجسة طيب خلاص أصلي عاريا بدون هذا وبدون هذا. والصحيح التحري، الصحيح أنه يتحرى في هذا الأمر، يشوف أي أثواب أو أي ثياب أقرب إلى أنه هو الطاهر فيصلي فيه ولا شيء عليه. نعم، يعني كما قلنا البعض يرى أنه يصلي عريان مثل الماء، لما قال ماء طاهر وماء نجس ماذا قالوا له؟ تيمم. طيب اعتبر نفسك ما عندك ماء، قال كذاك ثوب طاهر وثوب نجس صل بدون ثوب، صل بدون ثوب معذور كالذي فقد الثياب ما عنده. طيب والصحيح لا، أنها تختلف المسألة تختلف، لأن هناك في هنا في عوض، تصلي في هذا وتصلي في هذا صلاة واحدة منهما صحيحة. نعم، دخل الوقت. طيب ناخذ الجواب على الأسئلة. طيب هذا أحد الأخوة يقول لم تشرح قول المؤلف أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. قلنا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا الذي ذكرناه قبل قليل، اللي هو أن المذهب يشترطون سبع غسلات، المذهب يشترطون سبع غسلات في أي نجاسة، فلذلك إذا انفصل الماء عن محل نجاسة قبل زوالها هذا نجس، حتى بعد زوالها النجاسة قلنا يقولون طاهر غير مطهر. يعني الماء عندهم اللي قلنا قبل قليل نصب هذا الماء على النجاسة في الثوب يعني فنغسلها، هذا الماء المنفصل هذا يكون نجسا، هذا معنى انفصل من النجاسة قبل زوالها هذا يكون نجسا. فإذا زالت النجاسة في الثالثة أو الرابعة، الغسلة الثالثة أو الرابعة أو يعني خلينا نقول الرابعة آخر واحدة،
خلاص هذا كله نجس الأربع، هذا المقصود به انفصل قبل زوال النجاسة، زوالها عينا، يبقى بقاؤها حكما، بقاؤها حكما. الثلاث غسلات التي تأتي بعدها هذه النجاسة باقية حكما لا عينا، ولذلك يتحول هنا إلى طاهر وليس بنجس ولكنه غير مطهر. نعم. يقول هنا المذهب إذا تدخل الآدمي لإحالة للإحالة فلم يطهر متنجس، فكيف المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس طهور أو نزح منه؟ لأن النزح هذا غير الاستحالة، فالاستحالة تحول من شيء إلى شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها، فهنا الاستحالة تحولت من جنس إلى جنس آخر غير النزح والإضافة، فهذا يختلف تماما عنه. يقول ذكرت أن الأصل أن التراب لا يزيل النجاسة، فهذا كم ينطبق كذا للعمل على غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب؟ نعم، لأنه يستخدم معه الماء، وقالوا استخدام التراب تعبدي، استخدام التراب مع الماء في إزالة نجاسة الكلب قضية تعبدية، قضية تعبدية. يقول لم يثبت عندي شيء من الدرس وذلك لعيب فيه أنا، فأقترح أن يكون الشرح في صورة مسألة ما حكم كذا وهكذا. والله إن شاء الله إن شاء الله. هل التراب يرفع الحدث؟ هذه مسألة تأتينا بالتيمم، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله هناك. هل يجوز الوضوء من ماء اغتسلت منه امرأة ولم يوجد غيره؟ قلنا الصحيح نعم، طبعا على المذهب لا، على المذهب طالما أنه اغتسلت ينظر اغتسلت يعني عن حدث أو عن غير حدث، إذا كان لرفع حدث هذا الاغتسال امرأة أو رجل عندهم أن هذا طاهر غير مطهر ولا يجوز الوضوء به، وعلى القول الثاني أنه طاهر لقي طاهرا فيجوز الوضوء به. أما إذا كان عن غير حدث، عن غير حدث وإنما ما خلت به امرأة فلا يصح للرجل، يصح للمرأة والخنثى. خنثى الأنثى. نعم. لو لا يوجد غير هذا الماء إيه؟ يتيمم عندهم. نعم. يقول شخص يغسل ثوبا به نجاسة من خلال الحنفية مرات عديدة حتى زالت النجاسة، ولكن أثناء ذلك كان يصيب ثيابه رشق من ماء الصنبور عند بداية فتحه فيكون الماء قويا وهكذا، هل ثياب هذا الشخص طاهرة؟ نعم طاهرة لا يضر، النجاسة لا تنتقل بهذه الطريقة. هل تصح الصلاة عريان إذا لم يوجد ثوب؟ ومعنى عريان أي دون ملابس البتة. نعم، الإنسان إذا لم يجد ما يستر به أي شرط من شروط صحة الصلاة إذا عجز الإنسان عنه فإنه يسقط هذا الشرط. الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فسقط الوضوء إلى التيمم، ولو قدر الإنسان حتى لم يجد التراب للتيمم مثل المريض أو المقيد، طيب هذا الإنسان أيضا يتيمم، يصلي يسمونه صلاة فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب. وكذا الأمر بالنسبة للقبلة، إذا عجز عن معرفة القبلة حيث توجهت به راحلته أو حيث توجه يصلي، كذلك إذا عجز عن ستر العورة كذلك يصلي حيث تمكن، ولكن قالوا العرات عندما يصلي لا يتقدم عليهم إمام وإنما يكونوا في صف واحد حتى لا يرى بعضهم عورة بعض فيصلون في صف واحد. القصد أن الشروط والأركان جميعها إذا عجز الإنسان عنها تسقط، الشروط والأركان إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا الأخ ينبه جزاه الله خيرا، يقول أنت قلت جرم
والصحيح جرم. فنقول جزاك الله خير وفعلا هو جرم وليس بجرم. كل ما هو جاف طاهر بلا خلاف صحيح أم خطأ؟ لا يقول هكذا، يقول الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يقول كل ما كان جاف، ولكن يقول الجامدات لا تنقل النجاسات، هذه القاعدة. وستأتينا في الكلام عن النجاسات أن الجامدات لا تنقل النجاسات، الجامدات لا تنقل النجاسات وإنما تنقلها المائعات. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى أن الجامدات لا تنقل، وليس كل جاف طاهر وكل مائع نجس، هذا غير صحيح. الماء مائع وهو طاهر. ما حكم الماء الذي تغسل به النجاسة وتجاوزه غسل النجاسة به مرات 7 مرات المذهب؟ لا، بعد 7 إذا كانت عين النجاسة قد زالت لا تؤثر، يبقى طهورا. وأما إذا عين النجاسة لم تزل باقية فإنه يتنجس بها. مسألة الاشتباه بالماء متنجس أم طهور؟ لما نصلي مرة بالماء الطهور ومرة بالنجس كالثياب؟ لا، لأن إذا صلى الإنسان يعني بالماء المتنجس، يعني توضأ بماء متنجس، يعني فعل أمرا محرما وهو استعمال الماء المتنجس، وإن كانت يعني وجهة نظر، لكن هو لا يتكلم عن الصلاة ويتكلم عن الوضوء، يتكلم عن الوضوء بالماء المتنجس، وهذا له بديل وهو التيمم، بينما الثياب ليس لها بديل، فهناك انتقل إلى البديل وهو التيمم، بينما هنا لا يوجد بديل لذلك لم ينتقل إليه. هل التعليل بالخلاف علة شرعية؟ لا، ليس التعليل بالخلاف علة شرعية، لكن المسائل إذا كانت غير محسومة والأدلة فيها يعني متقاربة فإنه لا يجوز أن يعمل بدليل ويلغى، أو يعمل بقول ويلغى الآخر. أحبك الله. يقول برجاء الدعاء للشيخ أبي إسحاق الحويني، سمعت أنه مريض. نعم، الشيخ حفظ الله تعالى الآن يعالج في قطر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بخير وصحة وعافية، وأظن حالته الآن شر جيد إن شاء الله تعالى. هل الغسالة تطهر الثياب المتنجسة؟ نعم، الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يشترط إزالة النجس كما سيأتي إن شاء الله بالماء، وإنما يمكن إزالتها بأي شيء غير الماء، المهم أن تزول النجاسة كالأمور المستحدثة الآن، المهم أن تزول هذه النجاسة. آخر سؤال، ما هو الضابط في فقد الماء حتى أعدل التيمم؟ الضابط إذا لم يجد الماء أو لا يستطيع الوصول إليه، هذا هو الضابط، إذا لا يجد الماء ولا يستطيع الوصول أو لا يستطيع أن يستعمله، هذا هو الضابط، وبالتالي ينتقل إلى التيمم. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.